الحكيم أنتهز هذه الفرصة، فرصة حلول هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، شهر الصيام، شهر القيام، شهر البركات، ليقدم أزكى التحيات وأجمل التبريكات إلى أوزبكستان شعباً وحكومة ورئيس ورئيساً وعلماء ومفكرين، وكذلك إلى تلامذة الشيخ محمد صادق وإلى أسرته وأهله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد على أوزبكستان بالخير والبركة والأمن والأمان والإسلام والسلام، وبمزيد من التوفيق في خدمة الشعب وفي خدمة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. كما أتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع إخواننا وأخواتنا إلى مزيد من الطاعات وإلى تصفية النفوس حتى تكون القلوب سليمة، وإلى كذلك ترويض النفوس حتى تصبح النفوس مطمئنة، وإلى السمو بالروح حتى تكون هذه الأرواح سامية عالية. كما أن من أهم أهداف هذا الشهر ثلاثة أشياء: التقوى والشكر والرشاد، كما وردت هذه الكلمات الثلاث في آيات الصيام، لعل كما قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال تشكرون، ثم قال يرشدون. فهذه الأمة مطالبة بأن تكون متقية، كما أن هذه الأمة مطالبة بأن تكون شاكرة على نعمة الإسلام والنعم الظاهرة والباطنة، كما أن هذه الأمة مطالبة رؤساء وحكماء وشعوبا وقبائل وكذلك وعلماء ومفكرين أن يكونوا راشدين وأن يكونوا مسددين بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.